إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة التي أدعو الله عز وجل أن يؤمنها بالطاعة وبالصلاح وبالتقوى وبالهدى والاستقامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي لنا أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأن يهدي عائلاتنا وأسرنا إلى ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، وأن يؤمن هذه البيوت بطاعته، هو ولي ذلك والقادر عليه. أنا أود في أول الحلقة أن إذا كان الأب والأم أمامي الآن على الشاشة، أرجو أن يجمعوا أبناءهم وبناتهم من أعمار مختلفة من 7 إلى 77، يعني لا نرفض هذا الحضور الكريم، أن يجلسوا ويتحلقوا أمام الشاشة، لأننا سوف نتحدث عن أهم شخصية في هذا الكون. يعني طبعا على مر التاريخ أهم شخصية في الكون كله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلي هذه الشخصية شخصية قد ننسى حقها علينا كثيرا، سواء من كانت منهن على قيد الحياة أو من غيبها عنا الموت والوفاة ونزلت تحت أطباق الثرى. أنا أريد أن أتكلم اليوم عن الأم. الأم في القرآن تكررت 33 مرة بألفاظ مختلفة، سواء أمه، أمها، أمهاتكم، أمهاتهم، يعني بهذه الألفاظ المختلفة تكررت منها، يعني 33 دي 17 مرة أطلقت يعني على الأمومة عامة بمعناها العام. أما يعني الأم الأم التي خصصت بشخصية معينة لم تخصص إلا لامرأتين عظيمتين في التاريخ، يوكابد أم موسى الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومريم ابنة عمران أم سيدنا عيسى روح الله وكلمته التي ألقاها إليها. أما أم القرى مكة فهذه أم أيضا كأنها أم البلاد، لأن يألف الناس جميعا إليها وهي مركز الكون كله بفضل الله عز وجل. فأم القرى ذكرت مرتين، أم الكتاب كذلك اللي هي الفاتحة الكتاب ذكرت أيضا 3 مرات في القرآن الكريم. هذا محور الأمهات. أما كلمة والدة لم ترد إلا لسيدنا عيسى، قال وبرا بوالدتي، لما تكلم عن لأن هي التي ولدت من باب التخصيص ما ولدت غيره، وطبعا ولدته بمعجزة خاصة، قال وبرا بوالدتي. فهذه يعني جاءت خاصة يعني سيدنا عيسى وأمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الأم هذه الإنسانة هي المخلوق الوحيد الذي يعطي ولا يمن بعطيته. قد يمن الأب يوما، وبالذات لما يكون أب جف العواطف أو ذو قلب متحجر، إذا رد عليه ولده أو ابنته يقول أنا أنفقت، أنا صنعت، أنا تعبت، أنا تكسبت، أنا أنفقت، أنا سافرت ورجعت كي أوفر لكم حياة كريمة، قد يمن أحيانا. لكن الأم كل ما تتمناه، كل ما يعني تبغيه، كل ما ترجوه أن يكون ولدها في أفضل حال، وأن تكون ابنتها في أسعد حال، سواء هي متعبة يعني مريضة مستريحة، تعاني مشكلة معينة، تعاني مع أبيهم مشكلة معينة، ورغم ذلك هي صابرة مبتسمة محتسبة. ولذلك كأن الإنسان سبحان الله العظيم إذا يعني عندما يرى لماذا يعني نبه الإسلام كثيرا على قضية بر الأم بالذات،
لأن الأب ربما يدرك الولد ماذا صنع معه أبوه. يعني الأب معروف أنه يعني أنفق علينا وأدخلنا وسائل التعليم، واضح إنفاق الأب، واضح مجهود الأب، لكن في مجهود سابق للأم لم يره أحد. حمل 9 أشهر لا يحتملها إنسان إلا إذا كان رحمة الله عز وجل موجودة فيه. هذا الإنسان هو هذه الأم العظيمة، تحمل 9 أشهر ولا سبحان الله تتبرم، ولا سبحان الله العظيم قد تتألم أحيانا عند مسألة الوضع مثلا، ولكن مجرد الوضع وترى الولد تتمنى أن تحمل مرة أخرى. لكن هذه المرحلة نحن لا ندركها، الرضاعة نحن لا ندركها، التربية والتعب نحن لا ندركه، لأن دائما الأسرة تنظر إلى أي تقصير من الرضيع تنظر فورا إلى الأم، وكأنها هي المسؤولة الوحيدة في هذا البيت عن هذه الإيه، هذه الأم. الأم سبحان الله العظيم يعني كرم الله على الإنسان أن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة تحت أقدامها. ولماذا يعني لم تأتي الوصايا في السنة موضحة للأب كما هي للأم؟ لأن الأب قد يعني يكون هو عقله مقدم على عاطفته، يتحمل كثير المشاغل، كثير الغياب عن البيت، أمر طبيعي. ولكن الأم هي التي تعرف خلجات يعني أفكار أبنائها وبناتها، هي التي تضبط الإيقاع ما بين أب صلب وبين سبحان الله مطالب للأولاد، سواء هي طبيعية أو غير طبيعية، سواء ممكنة أو غير ممكنة، فهي قمطرة. لأن أغلب الأمهات في البيت الولد قد يخشى أن يطلب من أبيه فورا فيذهب إلى أمه أولا، والبنت قد تخشى أن تطلب من أبيها فورا، ولكن قد سبحان الله عن طريق الجسر الذي تعبر به إلى قلب الأب تذهب إلى أمها أولا وتتحدث. الأم بالذات سبحان الله تدعو دائما للإنسان، حتى وإن كان سبحان الله العظيم هذا الإنسان حتى عاق، تقول يا ربي أنا غير غضبان عليه، بس يا ربي لا تغضب أنت علي، أنا قد عفوت عن حقي، بس أنت يا ربي لا تمقته، يا ربي لا تطرده من رحمتك. سبحان الله العظيم. ورأينا في التاريخ قصصا عجيبة، من ضمن الطرائف التي تحكى أن رجل من التابعين يطوف حول الكعبة فرأى رجلا أعرابيا يدعو لأمه، اللهم اغفر لأمي، اللهم ارحم أمي، اللهم استر أمي، سبحان الله. فالتابعي اقترب منه، لما لا تدعو لأبيك؟ اشمعنى ان الأم خدت كل الدعوات؟ قال أبي يحتال لنفسه، أما أمي مسكينة لا تستطيع ربما أن تدعو ببلاغة أو إيه أو بلغة عربية. فالولد أو الشاب هذا أو الرجل هذا يرى أن أمه ضعيفة حتى أنه يعطيها كل دعائه. في التاريخ يقال أن عروسا بعد أن زفت ومكثت مع أم زوجها، وهذه الأم أنجبت هذا الولد فقط ولم تنجب غيره، فبعد يوم 2 3 قالت العروس أنا لا أمكث أنا وهذه الحيزبون تحت سقف واحد. الحيزبون المرأة العجوز يعني التي يعني انكمش جلدها سبحان الله. قال وماذا أصنع بأمي؟ قال يعني هذه أمي قد كبرت في السن، خذها وألقها في الجبل. لا إله إلا الله، الولد الضعيف المهزوز أخذ أمه وألقاها في الجبل، ثم تنكر في ثوب آخر وعاد فوجدها تبكي. قال لها يا خالة ما يبكيك؟ قالت والله إن ولدي زوجته وأبت زوجته العروس أن تساكنني تحت سقف واحد، فأمرت ولدي أن يأتي بي إلى مكان بلقع ويتركني فيه وسبحان هكذا كما تران. قال لها يا خالة وهل هذا ولد يبكى علي؟ يعني هذا الولد يعني أنت بتبكي عليه سبحان؟ قالت لا، أنا لست غضبانة منه، أنا أبكي خوفا عليه من أن تصيبه سباع أو يعني حيوانات في الطريق وهو عائد إلى زوجته. يعني رغم كل هذا تتمنى أن يعود سالما إلى بيته، أن يعود غانما، لأنها تعودت على الصبر. تجد بعض البنات في زماننا، البنت الجالسة مع بعض من زميلاتها من باب يعني أنها تكون لطيفة مع أنها سخيفة، تنادي على أمها باسمها، يا فاطمة، يا زينب، يا أسماء، لا حول ولا قوة، يعني ما فيش يا أمي، يا والدتي، يا
يعني من باب الاحترام الام وان ابتسمت لكن تتجرع المرارة انها ما ربت او ان البنت رغم التربية خرجت مدللة يعني او خرجت متمردة على الام او سبحان الله العظيم يعني من باب العقوق قال العلماء وهم يجمعوا العقوق ان ينادي الابن امه او اباه باسمائهم المجردة يا فلان لا رأينا في القرآن يا أبتي يا أبي سيدنا إبراهيم ويكلم أباه الكافر ولما يقول له لا أرجمنك ورغم ذلك إيه بلهجة الابن المطيع يا أبتي يا أبتي يا أبتي رأينا حتى من احترام لقمان لولدي وهو يعظه ما ناداه باسمه لكن قال يا بني يا بني يا بني سبحان الله العظيم بهذا الود الذي يقترب إشعار العلاقة ما بين البنت وأمها والولد وأبيه والولد وأمه والبنت وأبيها بهذا المنطق والأب وولده والبنت والأم وأبنائها بهذه العلاقة الطيبة قضية حكاية أن ينادي من باب الاستخفاف باب الاستظراف أو من باب سبحان المجرد هذا من ضمن العقوق لأن سبحان الله جمع العلماء من أبواب العقوق أن يسير الإنسان أمام أبيه أو أمام أمه لا ما يجب أن يجلس وابوه او امه واقفين ما ينفعش عايزين نحترم اول ما الاب يدخل والام مش احنا نروح المحكمه او ما يدخل القاضي وينادي الحاجب على الجلسه محكمه الكل يقف يعني ايهما اولى القاضي الذي يمثل القانون ام الاب والام اللذان يمثلان الرحمه الالهيه ثم انا اريد ان اهمس في اذن ابنائي وبناتي الان الجالسين امام الشاشه يا بشرى لإنسان لحق أبويه أو أحدهما فكان سببا لدخوله الجنة شوف الأب والأم على باب من أبواب الجنة عايز تدخل عن طريق البر المهم كل يوم يا ولدي كل يوم يا بنتي وهذا كلام من أب يقول لأولاده وبناته استرضوا الأباء والأمهات قبل أن تناموا اذهب إلى أبيك اذهب إلى أمك يا أبي أنت راضي عني يا أمي هل أنت راضية عني فإذا أخذت الرضا قبل النوم نمت في رحمة الله ونمت في فضل الله ونمت في كرم الله ودعت لك الملائكة لأن رضا الأب والأم جزء من رضا الله سبحانه وتعالى ما ذكر التوحيد إلا وذكر بر الوالدين وما ذكر الشرك إلا وذكر عقوق الوالدين ولذلك لما أنت تتضجر من إنسان تقول أف منك أف منك من غير إيه من غير تنوين تضع السكون لكن القرآن لما ذكر كلمة أف وهي أقل كلمة في أقل كلمات اللغة العربية حروفا نونها قال أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما لماذا أف منونة لأنها تدل على النكرة والنكرة تدل على إيه على 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 تعظيم الأمر إذا قلت هذه الكلمة التي تراها أنت صغيرة يعني هي اسم فعل بمعنى أتضجر أنا قد قلقت منك أنا قد تضايقت منك والأولاد والبنات وهذا الكلام لكم أبنائي وبناتي نحن ننسى أن الرحمة يجب أن تكون متبادلة والحنان يجب أن يكون متبادل كيف يعني الرحمة والحنان والعطف كيف يتبادلوا أنا كنت صغيرا أحتاج إلى من يأخذ بيدي فكان الأب والأم والآن قد كبرنا والذي في بيته الآن أب او ام ما زالوا على قيد الحياة قال ربنا احدهما او كلاهما ايه البلاغة القرآنية العجيبة لان طبيعة الامور ان الاب والام لا يعيشان سويا يعني الى اخر العمر لا غالبا اما الاب يموت الاول ثم تعقبه الزوجة الام بعد ايام او شهور او سنوات او العكس تموت الام ويظل الايه ويظل الاب سبحان الله العظيم على خير احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقال ربنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه يعني ايه جناح الذل يعني الاب قال كلاما لا يتماشى مع عقلك الام امرت يا بنتي امر لا يتماشى مع عقلك انت تريدين يا ابنتي ان تخرجي مع صديقه لك في هذا اليوم الام مشغوله بضيفات تاتين لزيارتها انا مالي انا اقعد مع كبيرات السن انا اقعد مع الخالات والعمات اللي فوق الخمسين والستين والسبعين انا مالي انا لسه في العشرينات انا عايز افرح بشبابي وهل الفرح بشبابك يعني لا يكون في بر الام في صديقاتها وقريباتها التي اتينا للزيارة
جاي لك عمتك خالتك اولاد عم بنات عمك بنات خالك صويحبات امك. سبحان الله، اما راينا الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما كان يرحب بصويحبات خديجه؟ هل اهديتن لصويحبات خديجه؟ وطرقت الباب امراه يوما باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع صوتها سبحان الله خرج اليها حافيا صلى الله عليه وسلم، قال انها هاله، هاله اخت خديجه رضي الله عنها. شوف الاحترام وصل لغايه فين من النبي صلى الله عليه وسلم لذكرى خديجه رضي الله عنها. ويوم ما فتح مكه قال اضربوا لي خيمه بجوار خديجه. هذه ام ايضا ام المؤمنين رضوان الله عليها وعلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه امهاتهم. سبحان الله، يعني 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 في التاريخ بعض من الامهات التي ضرب بهن المثل. هذه ام موسى التي ضربت مثلا في صدق التوكل على الله عندما اوحى رب العباد اليها ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين. ثم بعد ذلك ما سمعنا اعتراضا منها عندما جاء ولدها بعد 10 سنوات وكانت ربما يأست من ان يعود مرة اخرى لما مكث عند الرجل الصالح في مدين. فلما جاء لابد انه خبرها بعد ان اخبر اخاه هارون ان هارون صار نبيا معه، واجعل لي يعني وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري، وفي قراءة اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. فاجيبت دعوتهم قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. فلما اتاه سؤله وابلغ اخاه هارون انه صار نبيا معه، القضية ايه؟ القضية ان الام علمت. ما سمعنا صوت الام تقول يا بني لا داعي للمجرم الذي هربت انت منه منذ 10 سنوات تذهب اليه برجليك، يا ولدي ادعو دعوة سرية، لا داعي، يعني انت هتصلح الكون. لكن لا، الامهات الصالحات يرفعن علم الحق، والامهات الصالحات هن اللاتي سبحان الله يعني يستبقين الامل والهمة العالية في الاولاد والبنات. لا نريد ان نورث اولادنا وبناتنا السلبية، فان السلبية لا تخلق قائدا ناجحا ولا تصنع رأسا صالحا، وانما للأسف تطلع يعني اصفار تنضم الى اصفار. لا، نحن لا نريد اصفار تنضم الى اصفار، وانما نريد همما عالية من ابنائنا وبناتنا. والطريق واضح وبسيط، بر الام ثم بر الاب. اقدم الام لأن الأم لها المكانة الطولة. من صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. والكارثة أنكم أبنائي وبناتي تحفظون هذا الحديث، أنا أريد تطبيقه. وكيف نطبقه؟ هذا محور حديثنا، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. كونوا معي لنكمل هذا البر بالأم. أهلا بكم. يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث في البيوت الامنة عن مكانة الام وفضل الام ووجوب ان يستيقظ ابناؤنا وبناتنا على قضية العودة مرة اخرى الى البر بهذه الام العظيمة. هذه الام التي يعني سبحان الله البنات حتى والاولاد جالسين ويعني كل يصرخ ويرفع صوته على المائدة، اريد كذا، انا اريد خبزا، انا اريد ملحا، انا اريد ماء. والام بكل هدوء وبكل ابتسامة تتحرك وتأتي ولا تستريح الا اذا وجدت الاكل كاملا امام الاولاد والبنات، ورغم ذلك يتمرد الاولاد ويتمرد البنات كل يوم من هذا الطعام، كل يوم بهذه الطريقة، كل يوم بهذا المنظر. كل لا حول ولا قوة الا بالله. وابناؤنا وبناتنا ينسى كل منهما ان هذه نعم ان لم نشكرها زالت، وان زالت لن تعود مرة اخرى. يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك، فوالله ما احسن قوم جوار نعم الله عندهم الا وزالت منهم او عنهم ثم لم تعود اليهم مرة اخرى. لماذا لا نعيد الى الام مكانتها؟ لماذا لا تجلس الام كملكة متوجة والاولاد الذين بلغوا 10 و12 و15 واكبر من ذلك وقفوا لخدمتها حتى تستشعر انها قد انجبت، وان هذا الانجاب وهذه التربية قد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى افلحت واثمرت اولاد بررة وبنات برات بها.
لماذا ندخل الحزن على الام في صغير الامر وكبير؟ هل الام عندما تأمر ابنائها وبناتها بالصلاة هل هي مخطئة؟ لا والله، هي تريد لهم الخير في الدنيا والآخرة. لا احد يريد لك ولدي ولا يريد لك ابنتي يعني الخير افضل منه وافضل من نفسه الا الام، هذه التي تنسى سبحان الله حياتها وتنسى طعامها وتنسى شرابها وتنسى نفسها. سبحان الله، بعد 20 و30 سنة من الامومة وتفاجأ، نجد ان الام اللي عندها هشاشة عظام، واللي عندها مش عارف نخرس، واللي عندها مش عارف ايه في ظهرها، واللي عندها مش عارف ايه في اذنها، واللي سمعها قل، واللي نظرها قل من شدة الخدمة في البيوت والتعب وتعب التربية. الولد يمرض والبنت تمرض، والولد يرسب والبنت تنجح، وعلى اعصابها سبحان الله سنوات طويلة ايش امتحانات. وعلاوة على هذا قد تبتلى بزوج من نوع من طراز غم، والعياذ بالله رب العالمين، يؤذيها. وسبحان الله يعني الام ربما عند ابيها كان رجلا جف العواطف، وربما امها كانت امرأة متسلطة، فانتقلت من بيت متسلط يعني الى بيت اكثر تسلطا، المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. سبحان الله العظيم. لكن انا اريد ان تقص وتحكي الامهات لبناتهن ولابنائها ايضا يعني القصص الصالحة عن الامهات الصالحات. هذه ام الكريم عندما وثقت في رحمة الله عز وجل، ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. سبحان الله. فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. هذه امنا مريم عليها وعلى ابنها السلام، عندما جاءها المخاض الى جذع النخلة، سبحان الله، قالت يا ليتني مت قبل هذا. لأن تعرف بني اسرائيل وطريقتهم في نشر الاشاعات وطريقتهم في الصق التهم، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولكن الله سبحانه وتعالى يطمئنها فناداها من تحتها الا تخافي ولا تحزني، سبحان الله، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. الله أكبر. هذا القصص القرآني الذي هو أحسن القصص، لماذا لا يحكى؟ سبحان الله، هذه الأم العظيمة، أنا أتكلم عن كبريات صانعات التاريخ، آمنة بنت وهب، هذه التي وهبت العالم والإنسانية إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وهبت العالم من اسمها الأمن والأمان بولادتها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورأت أن نورا يخرج من بطنها فيضيء ما بين السماء والأرض، وعلمت أن لابنها هذا شأن عظيم، وجاءتها حليمة وهو له من العمر 3 أعوام عندما جاء أخوه من بني سعد اسمه عبد الله، وقال لحليمة يا أمي محمد جاء رجلان فأضجعاه تحت الشجرة وشق صدره وأخرج منه شيئا، ثم غسل قلبه في إناء في طشت من ذهب، ثم أغلقاه مرة أخرى وهو هناك منتقع تحت الشجرة. وكان أنس يقول كنت أرى أثر ذلك في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي عملية جراحية حقيقية، اخرج من قلبه حب الدنيا واخرج شيء اسود، يعني اللي هو الامراض التي عندنا في قلوبنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مبرأ، خلقت مبرأ من كل عيب كما قال شاعرنا واصفا ومادحا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فيعني فاخذته حليمة خافت على هذه الامانة، وعادت الى امه آمنة، قالت ان ولدك هذا حدث له كذا وكذا، قالت لا تخافي ان لولدي هذا لشأن عظيم، كان جد عبد المطلب يضع قريبا منه ويقربه ويجلسه على حجره وقل هذا ولدي. وكان ابو طالب عندما يأخذه في اخذه في رحلة الشام ورآه بحيرة الراهب عرفه من ان كل الناس على رأسها شمس اشعة شمس وهو وحده المظلل عليه الصلاة والسلام، وعرفه بحيرة وقال يا ابا طالب ارجع الى مكة فلو رأته يهود لقتلته، لانهم سوف يعرفون. هذه آمنة، كبريات صانعات التاريخ. خديجة التي ما يعني قامت على تربية اولاد النبي صلى الله عليه وسلم وبناته دون ان تتعب النبي في صغير الامر، بل فرغته للدعوة عليه الصلاة والسلام، وتركت بصمات صالحة في التاريخ. هذه الخنساء، هذه الانسانة العظيمة التي بكت صخرا 40 سنة متواصلة اخاها كانت في الجاهلية، وإن صخر لتؤتم الهداة به،
كما قالت وروت عن صخر الأشعار وذرفت الدموع وكانت تلبس الأسود حدادا على أخيها 40 سنة. فلما أسلمت ودخل الإيمان في قلبها ودخل أبناؤها 4 الإسلام وحضرت مع أبنائها القادسية فخطبت فيهم خطبة عصماء جميلة، يا ريت أبنائنا يحفظوها وبناتنا بدل ما يحفظوا كلام تاني يحفظوا هذا الكلام، افتحوا الكتب وقرأوا السيرة. وخطبت خطبة، ليس هذا مكانها الآن للوقت ضيق. ثم دخل 4 إلى معمعة المعركة فرزخوا الشهادة. الابن أغلى على المرأة من أخيها، أمر طبيعي، ولكنها قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بهم في مستقر رحمته يوم القيامة. كان عمر الله يرضى عليه من عظمة عبقريته يعطي الخنساء إلى أن ماتت عطاء أولادها 4، المرتبات اللي كانت تخرج من بيت المال عمر الله يرضى عليه يعطي الخنساء نصيب أولاده كأنهم أحياء، وهم أحياء حقيقة بالشهادة. فعمر يعتبر أن الخنساء أولادها 4 موجودين، فكان يعطيهم مع أنهم يعني غيبتهم أطباق الثرى، ولكن رغم ذلك عمر يعلي من أمر أولاد الخنساء الذين شاركوا مع سعد في فتح المدائن ودخول بداية دخول الإسلام في ما وراء الخليج العربي سبحان الله. إذن هذه مكانة الأم بهذا المنطق. ولذلك أنا أقول للأمهات أيضا، أنت أيتها الأم كبرت في السن، بلغت 40 و50 و60، أصبح العقل رائدك أكثر، فأنا أرى أن تكوني بلسما، أن تكوني بلسما لابنتك ولولدك، ناصحة بهدوء. لماذا؟ العصبية لا تنتج ثمرة. أنا أريد أن تهدئي أيتها الأم. أنت صحيح حريصة على الولد والبنت، حريصة على الصحة، حريصة على العلم، حريصة على الأدب، حريصة على الدين الذي عندهم، لكن ليست العصبية تقرب أمرا، لا، وليس الانفعال يقرب أمرا، وليس أبناؤنا مجرد أن تعلي أنت ترتفع بصوتك أنهم يعني سوف يخافون كما كنت تخافين أنت أيام احترام الأب والأم. لا، الأولاد الآن يريدون أن نناقشهم لأنهم ولدوا لزمان غير زمانهم. نحن يجب أن نجلس مع الأولاد والبنات ونقترب منهم ونصادقهم ونصاحبهم ونضمهم إلى صدورنا ونستمع منهم، لابد من الاستماع. أما مسألة أن هذه أوامر وانتهت، هذا العهد قد انتهى. زمان جدي وجدك وجدي وجدي وجدك أيتها الأم الصالحة كان مالهم حلال 100%، فكان إذا أمروا أمرا ذهب الأمر إلى قلب الإبن كأنه نصيحة. الآن لدخول الشبهات في أموالنا ولتمرد المرأة أصلا على قدرها وعلى صيغتها وعلى طبيعتها في مكثها في المكان الذي وجب أن تقر فيه، في هذا التمرد أصبحت النصيحة المقدمة من الأم للولد وللبنت يعتبر الولد إيه؟ نقد. يأخذ موقف الأول، أول ما يقول له الأغاني حرام، ولا بس في واحد يقول حلال، يا ابن الصلاة أنا عندي مذاكرة وهصلي الآن، ما قرأت القرآن، وهكذا، لأنه عنده لكل نصيحة رد ولكل نقد رد. لا، نحن نريد أن نطبع العلاقات ما بين الأمهات والبنات، ما بين الأمهات والأبناء، ما بين الأزواج والزوجات، ما بين الناس وبعضها. بماذا؟ بعودتنا إلى منابع الكتاب والسنة. ولذلك أنتم أيها الأبناء كبرتم، صرتم كبار، وصارت أمكم أرملة مثلا أو مطلقة. طيب، العائلات الآن تأنف من أن تتزوج المرأة مرة أخرى. طب وتاريخ الصحابيات كان ايه؟ ام حكيم بنت الحارث بن هشام المخزومية من بني مخزوم، زوجة من؟ زوجة عكرمة رضي الله عنه ابن ابي جهل. عكرمة كان الرسول قد اهدر دمه، من وجد عكرمة فليقتله. فجاءت ام حكيم وقد دخل الاسلام الى قلبها، فامنت عند النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عكرمة، وجيء بعكرمة ودخل الإسلام وحسن إسلامه وصار أثيرا وله مكانة وحظوة في قلبه عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو خالد بن الوليد وكما كان عمرو بن العاص بعد أن هداهم الله إلى الإسلام. عكرمة رزق الشهادة في مؤتة فانقضت عدتها 4 شهور و10 أيام، جاءها خاطبان،
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وخالد بن سعيد رضي الله عنه الصحابي الجليل. فاختارت خالد بن سعيد، تزوجت خالد بن سعيد رزق الشهادة. هل قالت العرب وقال أهل المدينة إن أم حكيم هذه وجه شؤم على من يتزوجها؟ أبدا، بالعكس، من تزوجها بعد أن قضت العدة خطبها عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، فأنجبت له فاطمة بنت عمر، أصبحت أخت لعبد الله بن عمر وعاصم بن عمر وعبد الرحمن بن عمر، سبحان الله العظيم. هل أنف بنو مخزوم وهم من عدية القوم أن تتزوج ابنتهم كلما مات لها زوج وأصبحت خالية الوفاض؟ لماذا نحن نعقد المسائل؟ سبحان الله العظيم، نحن نريد هذه الصور. تحدثنا من قبل عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها الصحابية الجليلة، استشهد زوجها وهي حامل، فلما وضعت الحمل انقضت العدة فتجملت حتى يخطبها أحد، فعندها خال يعني صعب شوي، زجرها قال ماذا تصنعين؟ فذهبت شاكية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بخالها، تعالى ما الذي قلته لسبيعة؟ قال رسول الله انقضت العدة فأراها تتجمل، قال هل وضعت حملك؟ أنت كنت حامل وضعت الحمل؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لخالها مرها فلتتجمل للرجال، مش يعني تمشي في السوق وتروح المول كل يوم لا لا لا، يعني مش يعني شوف، البيئه غير البيئه والكلام غير الكلام. الله يرضى عليكم، لا تاخذوا كلامي مجرد يقول الشيخ يقول يلا توكلوا على الله. لا، احنا مش معرض موبيليا ولا معرض ادوات منزليه لمن اراد، لا لا لا، القضيه ان الناس تعلم ان هذه امراه خاليه الوفاض، والناس لا تجلس المراه منفرده، ربما سبحان الله العظيم يعني تجد من يعينها ويؤنسها في وحدتها. البيوت لما تسير بهذا المنطق سبحان الله العظيم تسير على خير حال. الله، يعني الاستثناء الوحيد اللي في التاريخ وانا اقلبه في القران، واعظم تاريخ هو ما ذكر في القران، ان الانسان الوحيد اللي اخذ مهر ابنته كان الرجل الصالح، لما شغل موسى عنده قال له انه يريد، قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج فان ادمت 10 فمن عندي، فاخذ هذا المهر اللي هو عمل موسى عنده، لم يقبض مالا لان موسى ما كانش عنده مال، وانما عمل عنده. هذه الحاله الوحيده اللي اخذ مهر الايه؟ العروس، مهر البنت، لكن مهر البنت هو لها، ولكننا نصنع فيه الافاعيل. كونوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله حتى نتواصل عن مكانة الام وفضل الام. اعادنا الله اياكم الى البر بامهاتنا ان كنا على قيد الحياة او انتقلنا الى الرفيق الاعلى. كونوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله، اهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع البيوت الآمنة ومع بر الأم. ونحن ننبه الغافل ونذكر العاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك أحد والديه أو كليهما ولم يدخلاه الجنة فهو المحروم. الإنسان المحروم هو الذي يعني لاحق بأبيه أو أمه أو كليهما ولم يكن أحدهما أو كلاهما سبب في دخوله الجنة. ليه؟ لأن العلماء يقولون إن الأمة إذا ماتت كأنما مناد ينادي عبدي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمنة للمؤمنين أيام كان موجود على مدى 23 سنة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ثم بقي الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نقول أيضا من ضمن رحمة الله الباقية لنا أن تكون الأم في حياتك يا ولدي وفي حياتك يا بنيتي على قيد الحياة، فإذا أرضيت الأم سبحان الله، حتى وإن كانت الأم أحيانا تكون الأم يعني في أمهات الشراسة في دمائهن نتيجة يعني عقد نفسية، في أمهات يصنعن أمورا غير مفهومة مع الأولاد ومع البنات، تفضل الولد هذا على الولد هذا، تفضل البنت هذه على البنت هذه، عندها كأن ولدها هو فلان فقط وبقية الأولاد كأنهم أبناء زوجها أو أبناء جاراتها. في أمهات عندهم خلل، لكن هذا النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. يعني سبحان الله، حتى جاءت أسماء
بنت ابي بكر رضي الله عنهما وقالت ان امي يعني مشركة يا رسول، افاصلها؟ قال صلي امك حتى لو كانت ايه مشركة. يبدو انا في اول اتصال من السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. مرحبا اهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ابو غير. مرحبا مرحبا دكتور. والله امي توفت من فترة يعني، وانا بره الحين بالصدقات والدعاء لها دائما يعني، والدي وهذا. ففي اشياء ثانية اقدر اسويها يعني دائما يعني وهذا. بارك الله فيك ابو هدان. بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب، هو جزاه الله خيرا يسأل لأن أمه قد رحلت من دنيانا إلى دار الحق، وهو يواتيها برا بالصدقات والدعاء. وطبعا كما قال صلى الله عليه وسلم إن يعني لو مات أبي أو أمي هل له من بر بعد الموت؟ قال أول شيء الصلاة لهما. الصلاة لهما يعني الدعاء لهما، هذا أمر طبيعي. شوف، بعض العلماء يقولون من لم يدعو لأبيه وأمه عقب كل صلاة او في كل صلاة فقد عقهما. يا الله، يعني انا من الواجب ادعو لكل في كل صلاة لابويا وامي، حتى يقال عند بعض الفقهاء ان انك حميد مجيد، اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ممكن، ربنا اتنا في الدنيا حسنة والاخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال، اللهم اغفر لوالدي وارحمهما، او بعد الصلاة. يبقى اذا بعد كل صلاة وجب علي ان ادعو لابي وامي سواء كانوا على قيد الحياة او غيبتهم اطباق الثرى. هذا امر. الامر الثاني نعمل صدقة جارية لهما. واحد يقول ما هو مش من مالهم، انت ومالك لابيك وبالتالي انت ومالك لامك بالعكس، لان الاب ربما كان يكتسب، لان الاب كان ينفق، الحديث عشان يخص الانفاق. لكن الام ايضا انت وما تملك ايضا لامك طالما سبحان الله. طب ماتت الام، نعملها صدقة جارية، نقول الكفالة الخمسة يتامى دول يعني ان شاء الله لروح امي، الخير اللي هعمله ده هنفق على ولدين من الاولاد في التعليم وان كانوا نوابغ الى ان يتخرجوا ويحصلوا على اعلى الشهادات حسبة في ميزان حسنات امي التي ربتني وعلمتني. ايضا اقول ان مثلا هذا المسجد او هذا الكتاب لتحفيظ القرآن او هذا البئر للماء او هذا الخير الذي اصنعه، هذا السبيل، هذا اي نوع من الخير، و اهبه بفضل الله للام وسوف يصل باذن الله رب العالمين. ايضا ابحث عن كل من كانت تحبهم امي ورحمها، الرحم بتاعها، اخوها اللي هم الخال واختها الخالة سبحان الله، وبعدين ابن خالي وابن خالتي لان عمتهم كانت تحبهم وخالتهم كانت سبحان الله، وبنت اختها وابن اختها اللي كانت تحبه سبحان الله، فهي كانت تحب اخاها وابناء اخيها، كانت تحب اختها وبنات اختها وابناء اختها. فهؤلاء كلما وصلناهم استشعرت الام هذا الخير، لان عبد الله رواحة ابن عبد الله ابن ابي رواحة كان في كل يعني في مجلس يقول كلما صنعت خيرا رأيت أبي مبتسما في الرؤية. الله، أبوه مبتسم في الرؤية. طيب الأول اتصال من داليا وبعدين نكمل بر الأم. نعم، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. نعم. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته، أهلا وسهلا. نعم. ألو. أتفضلي أسمعك يا بنتي، أسمعك. انا والله عايز استفسر بس من حضرتك على حاجة يا دكتور بعد اذنك. نعم. انا متجوزة بقالي 9 سنين تقريبا. ايوه. وبعدين لسه مفيش ما انجبش يعني دلوقتي. طيب. وبعدين عندي جوزي كل ما بكلمه في الموضوع ده بيقفل لي الباب ده خالص في الكلام دوت، ومش عاوز لا نروح نشوف علاج او حاجة او. فانا يعني مش عارفه يعني وصلت لدرجه ان انا خلاص بقتش بقى على طول مخنوقه وعلى طول متضايقه ما بفكرش في اي حاجه غير في الموضوع ده. طيب اجيبي كده ان شاء الله. حاضر حاضر باذن الله. بارك الله فيك. نعود الى صور من بر الام بعد موتها كما سال السائل في الموضوع الذي نتحدث فيه، ان بعد الدعاء وبعد الصدقات الجاريه
صلة الرحم التي كانت لا توصل او لا توصل الا عن طريقها ايضا بهذا المنطق. الامر الثالث وده مهم جدا للاب والام كليهما، ان اي خير انا اعمله في ميزان حسنات امي لان هي التي ربتني، وفي ميزان حسنات ابي لانه هو الذي حببني في الخير. فنحن اذا يعني سبحان الله يعني العبد لله شخصيا ما اثر في حياتي مؤثر اكثر من امي رحمها الله التي كانت تشجعني على الخير، والتي كانت سبحان الله تدعو لي ليل نهار، والتي كنت اعيش بعد فضل الله في فضل دعائها. فهذه الومضات يعني ربما كلما صنعت مجلس علم اقول ربما هذا من فضل الله علي في ان يعني رزقني هذا الاب الصالح رحمه الله وهذه الام الصالحة. وهكذا الاخ ابو راشد، السلام عليكم. اتصال من ابو راشد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخ؟ الله يرضى عنك يا ولدي يكرمك. تفضل. لو سمحت شيخ بس بغيت اسألك. نعم. كل ما مثلا انا عندي الوالدة الله يطول بعمرها. ايوه. كل ما صار عندها مثلا ازورها. ها. فهي تفرق يعني بين يعني اخوي تعطي لها معزة اكثر من مني يعني. فيما تتصور انت. نعم. ما اعرف كيف اراضيها كيف كذا، لان كل مرة اروح عندها. طيب. اخوك هذا ابو راشد اصغر منك ام اكبر منك؟ أصغر مني. أصغر منه. أنت حالتك الاجتماعية والمادية أفضل منه ولا أقل منه؟ أقل منه. أنت طيب خلاص حاضر أنا أجيبك إن شاء الله حاضر بارك الله فيك. أبو راشد يسأل عن أمه بارك الله فيها وفي عمرها. ان نحن لا ندعو لاحد بطول العمر، نحن ندعو للناس بالبركه في العمر، لان الاطاله والتقصير هذه ليست من الدعاء، لان العمر الاعمار محدود وروح ربنا يطول في عمرك. لا نقول يبارك في عمرك البركه. فامه جزاه الله خيرا كلما زاره هو يستشعر انها تفضل اخاه عليه، فربما سئلت الاعرابيه اي ابنائك اقرب اليك؟ قالت الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يعود. فربما لصغر سن اخيك هي تفضله، هذا امر. الامر الثاني ربما هو يجيد اظهار العواطف لامه وانت لا تجيد، وربما هي ايضا تكن لك محبة خاصة وتعتمد بعد كرم الله على انك ذو قلب كبير تدرك انها تحبك وتقدرك، ولكن ربما الاخر يحتاج الى اظهار هذه العاطفة وهذه المحبة، فلا تنظر هذه النظرة، وانما انت تظل على برك بامك الفاضلة التي ربتك وتعبت من اجلك وتدعو لك ليل نهار وتسترضيها كل يوم، واذا كانت في نفس البلد ونفس المدينة ما عليك الا ان تطمئن عليها كل يوم وتزورها وتطمئن عليها، وربنا سبحانه وتعالى يرزقك برها ان شاء الله رب العالمين. اتصال من الاخ ابراهيم، السلام عليكم. وعلى سهلة بركات. ازيك يا مولانا؟ مرحبا يا ابني مرحبا. بارك الله فيك الله يخليك. الله يرضى عليك. تفضل ابراهيم. ابراهيم من انا من النرويج يا مولانا. مش من النرويج، اهلا وسهلا. نعم الله يخليك. تفضل يا ابني. والله يا مولانا يعني احنا عايشين يعني احنا عايشين في الريف، والوالد والوالده بصراحه من صغرنا هم احنا عايشين في مشاكل واخد بسياتك. نعم. يعني وتحملنا والحمد لله، ولكن يعني هذه مشاكلهم بصراحه سببت لاخواتي مشاكل كتير، اخواتي البنات بالذات يعني. يعني مشكله بين الاب والام. يعني سببت لاخواتي المشاكل البنات في الزواج. نعم. يعني. نعم. وبصراحه يعني بيقولوا لبعض كلام سيء جدا يعني. طيب. صعب ان انا احكي. والحمد لله يعني احنا عايشين مع بعض، يعني عايشين معاهم وما سبناهمش وسايبين لهم كل شيء، يعني الحمد لله بتصرفوا فيه كيفما يشاءوا، يعني ما فيش مره نزلنا وقلنا الولد حاسبنا ولا الوالده حاسبناها. طيب. والسؤال ابراهيم، والسؤال. نعم يا مولانا. والسؤال، سؤالك تحديدا. انا فهمت القصه. انا مش عارف يعني السؤال مش عارف نعمل معاهم ايه، يعني بصراحه حاولنا معاهم بقدر المستطاع لدرجه ان انا يعني خلاص يعني الواحد داج منهم، لانهم بيقولوا كلام سيء لبعض يعني. طيب خلاص. طيب طيب اجيبك ابراهيم ان شاء الله، الله يهدي الحال يا رب ان شاء الله. يعني ابراهيم انا اريد ان اقول لك ولامثالك ولكل من نفس الحاله سبحان الله، نفرض هناك مشاكل بين الاب والام نتيجه عقد قديمه او قصة قديمة ما بين أهله وأهلها
ما بين سوء المعاملة حسن المعاملة، ما بين عقد معينة مشاكل معينة، أنت وإخوتك سواء البنات أو الأولاد لا دخل لكم بالمشاكل بين الأب والأم. أنت لا يعني لا تعصي أمك ولا تعق أباك، أو بر أمك ولا تعق أبي أباك، يعني كده، وبر أباك ولا تعق أمك. يعني أنت المشاكل اللي بينهم عندما تعرض عليك المسألة وأنت راشد عاقل، فتعرض عليك المسألة من الأم تطمئنها بكلمتين: يا أمي اصبري واحتسبي والصبر طيب. وإذا اشتكى الأب قل له نفس الكلام، يعني تظهر لهذا أنك معه وتظهر لهذا أنك معه، هذا قدرك، هذا قدر الأولاد في هذه الأسرة، وتدعو لهم بالوفاق عسى أن يعني يختم الله لهما بالخير. فماذا نصنع؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى نسأله يعني بأسمائه العليا وصفاته بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعني يؤدم بينهما وأن يصلح بينهما وأن يخفف حدة التوتر الموجودة بين الزوجين الكبيرين في السن والكبيرين من الرجل في العقل والكبيرين في الخبرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع إن شاء الله. أم سالم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك يا بنتي. الوالدة ما تصلي، وحاولنا يعني معها يعني لا تصلي مطلقا؟ نعم. لا تصلي مطلقا أبدا؟ هي لا تصلي يعني. يعني عمرها ما صلت من قبل؟ نعم. يعني عمرها لم تصلي من قبل، ما صلت ولا سنوات معينة من عمرها؟ ايوه هي ما تصلي. احنا طيب، واذا سالتيها لماذا لا تصلي يا امي، ما اجابتها؟ ما اعرف يا شيخ، بس هي يعني ما تصلي. طيب انت السؤال ماذا تصنعي معها يعني على طول يعني. طيب بارك الله فيكم. مثلا طبعا كثير من البيوت يواجه الاولاد والبنات كبارا وصغارا ببعض من امثال هذه الام او الاب الذي لا يصلي، والتي هو لم يتعود، هي لم تتعود ايضا من صغرها الصلاة، فاصبحت الصلاة بالنسبة لها موضوع صعب. فانا يعني انصح بنتنا ام سالم، تقول لها: يا امي ممكن تتوضئي وتصلين جالسة حتى لو كانت مش كبيرة السن، وممكن تصلين وانت في مكانك، وممكن تصلين بالتيمم مثلا كبداية، لعل وعسى خطوة خطوة نحببها في الصلاة. طب تعالي يا امي صلي جنبي، او اخوك او اختك تاخذ بجواره على يمين وتصلي، صلي وانت جالس على الكرسي او على الكنبه او على الارض، يعني تيممي ان كان الوضوء صعب لك، شويه شويه لما تحب الصلاه باذن الله رب العالمين، وانتم كابناء برره لها وبنات برات بها، ان ان شاء الله تدعون لها بالخير ان شاء الله. وادعو الله عز وجل سبحانه وتعالى ان يحببها في الصلاه، وان يحببنا جميعا في الصلاه، وان يجعلنا جميعا من المواظبين والمحافظين والخاشعين في الصلاه، هو لي ذلك والقادر عليه. ابنتنا داليا سألت السؤال وخرج الحلقة، لكن يعني وجبت من الأمانة أيضا أن أجيبها. ماذا تصنع مع هذا الزوج الذي لم تنجب منه على مدى 9 سنوات؟ هو لم يأذن الله بعد، ولكن إذا كان هناك من أسباب لابد من ترقيها، ولابد من إقناع الزوج. ربما أنت لن تقنعيه، فأنا على استعداد إن شاء الله أن ترسليه إلي في مكتبي ان شاء الله باذن الله، والهواتف موجودة على الموقع الالكتروني، والمكتبي موجود، والايميل وعلى الشبكة العنقودية موجود، وممكن يعني يحدد له المكتب عندي موعد ان شاء الله، ويأتي ان شاء الله نشوف ليه هو مضرب عن الانجاب اذا كان قادرا عليه ان شاء الله. وربنا يا بنتي يعني نسأل الله ان يرزق كل من لم يرزق باذن الله رب العالمين. لكن لما يكون الامر فيه عقم، يعني هذا امر من الله، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فانا يعني ارى ان لابد من النصيحة، ونصيحة قد لا تقبل منك يا بنيتي، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدي الجميع الى سواء السبيل. انا اريد ان اجمل ما قلت في هذه الحلقة. امهاتنا اللاتي على قيد الحياة، امسك يا ولدي ويا بنتي يعني بكل يعني عضب النواجذ على البر، وخلي امك لا تنام الا وهي راضية عنك. وانت ايها الزوج شجع زوجتك على برها لامها حتى وان كانت بعيدة او قريبة عنها، لان هذا رحمة لها، واذا رحمت زوجتك ببرها بامها نزلت الرحمة عندك في البيت. وانك كما انت انك لك ام، هي ايضا لها ام، لا تحرمها منها. هذا امر. الامر الثاني
أنت أيتها البنت الصالحة ماذا تنتظرين وأمك أمامك باب من أبواب الجنة وهي الجنة تحت أقدامها، فكيف لا تبريها؟ وأنت أيها الابن الصالح عليك ببر أمك، وأنت أيها الرجل الكبير يا من ماتت أمه وغيبت ما عليك إلا الدعاء لها في كل صلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى بكرمه ومنه وجوده وفضله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، وأن يجعلنا وإياكم من البارين والبارات بأمهاتهن وأمهاتهم وآبائهم. إن ربي على ما شاء قدير، كما أسأله عز وجل أن يفك كرب المكروه المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن يهب ويزوج أبناءنا بالزوجات الصالحات، وأن يطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. إن ربي على ما شاء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسون من صالح دعائكم، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا